ما عمرك لعبت لعبة وجتك مهمة وودك تخلص في أقرب وقت؟ هذا عنوان حلقتنا اليوم، خمس مهمات ألعاب غثيثة. في مثل جيرتو راح تقابل إيما أخت أوتوكان اللي راح تساعدك حتى تهكر أرسنال، وبتقعد أنت وياها تمشون وتقتل عداء أول ما تشوفه، وإذا خافت من طلقات الرصاص بتقعد على الأرض لفترة معينة على ما تقوم تتحرك مرة ثانية، وإذا وصلت لمكان مليان موية بتقعد تخاف ولا تجلس على ظهرك لأنها ما تعرف تسبح. وبعد كل هذا المشوار راح يصير شيء يغبن ويخليك تكره كل الوقت اللي ضيعته معاها. في Gears 5 مهمات الهورد، طور الهورد الوحدة شيء مرة ممتع، وفكرته انك تقعد تحمي مكان معين وتحاول نجاة من افواج متعددة من الاعداء، لكن في كل جولة تقعد تجمع نقاط راح تصرفها على بناء اشياء تساعدك على النجاة في الجولة القادمة، مثل رشاشات تطلق بشكل تلقائي او افخاخ بطل الاعداء. هذا الطور حماسي مره، بيخليك على اعصابك في كل جوله، واحتاج تكتيك مع الناس اللي تلعب معاهم ولا راح تخسر بشكل سريع. المشكله لما يكون هذا الطور جزء من طور القصه وبين كل كم مهمه يجي، فيبدا حماسك يقل. جادجمنت، واحده من اسوء انواع المهمات هو المهمات اللي تقعد تلاحق فيها شخص معين بدون ما يلاحقك. اسوء مثال كان موجود في لعبه فريق ياكوزا الاخيره جادجمنت، اللي تخليك تلاحق ناس وتحرص انك ما تكون قريب مره ولا تكون بعيد مره، يعني لازم بالوسط تكون. وفي خط مختفي اذا عديته تشتغل حاسه السادسه للشخصيه اللي تلاحقها وتبدا تطالع فيك. في هذه اللحظه اذا ما تخبيت راح تفشل المهمه. هذا نوع المهمات خاصه في لعبه جادجمنت يخلي اللعب ممل جدا. المشكله لما يشوفك الشخص اللي تلاحقه عادي تروح تتخبى ورا زباله، وهذا الشخص سبحان الله ما يلاحظ انه في شيء غريب، بني ادم كبير واقف ورا الزباله هذه، فيمشي وكأنه ما في أحد. Legend of Zelda Breath of the Wild، هذه المهمة أكثر مهمة بتغثك في اللعبة، فيها لازم تجمع أكثر من 100 خشبة. في البداية راح تكلم شخص اسمه هاتسون، يقولك أنه يبغى يبني قرية ويحتاج 10 خشبات. بعدين بيقولك يطلب منك تروح تكلم شخص، ولما تكلمه بيجي عند القرية ويفتح لك محل مجوهرات. وبعد هاتسون بيطلب منك 20 حطبة، ويقولك راح تكلم شخص ثاني، وهذاك الشخص راح يجي ويفتح محل خياط ملابس. بعدين بيطلب منك 30 خشبة، ويقول لك كلم شخص جديد للقرية، وبعدين 50، وما تخلص لين ما تعبي أم القرية كلها. وبعد كل هذا الشغل هاتسون راح يتزوج، وهذه القرية بالأخير بتفيدك لأنك بتحصل فيها أسلحة قوية ودروع قوية، لكن خطواتها طويلة جدا وبتقعد تنقل واجد حتى تحصل أشخاص معينين اللي كل واحد منهم لازم ينتهي اسمه ب SON أو SON. Monster Hunter World، تجميع البيض في العاب مونستر هانتر، كل جزء لازم يعطيك هذه المهمة اللي تروح فيها تسرق فيها بيض من الوحش. لما تشيل البيضة الركض عندك بيصير بطيء جدا ولا تقدر تدافع عن نفسك، فلازم تقعد تنزل البيضة من يدك وبعدها تتحاوش مع الوحوش، بعدين ترجع تشيل البيضة مرة ثانية وتكمل طريقك. والمصيبة إذا البيضة انكسرت أو طاحت منك تضطر أنك ترجع وتاخذ بيضة جديدة من العش نفسه اللي أنت دقيت مشوار منه. هذه كانت جدا غثيثة وما لها داعي في اللعبة. وهذه كانت الخمس مهمات في اللعبة غثيثة طفشتكم وطفشتنا معاهم. قولوا لنا إيش المهمات اللي طفشتكم وطفشتنا معاهم، وأيضا إذا عندكم مهمات ثانية ما ذكرناها اكتبوها تحت في الكومنتات. كان معكم بعد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.